بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. مرحبا بتلاميذ الأولى بكالوريا في تصحيح التمرين حول درس حساب النهايات. إذا نبداو بالمثال الأول. المثال الأول عندي دالة حدودية. علاش حدودية؟ ما عنديش إكس في الجذر وما عنديش إكس في المقام، صحيح؟ كيهمني إكس، أما العدد واخا كان داخل الجذر ولا في المقام ما يهمنيش، كيهمني إكس. مزيان، ملي كتكون عندي حدودية وكنبغي نحسب النهاية عند ناقص ما لا نهاية ولا زائد ما لا نهاية، طريقة واضحة. وقبل ما تبدا تتبع معايا هذا التمرين، غادي عليك تدخل لموقع ريادة كل المستويات، مستوى الأولى بكالوريا، وسير عند حساب النهايات. أنا متأكد بأن ما إلا تبعت معايا دوك الفيديوهات كاملين ما غاديش تلقى مشكل نهائيا في حساب النهايات. واضح؟ إذا نبداو نطبقوا التقنية الواضحة. كنعملو قلنا بأكبر أس اللي هو إكس أس 7. شنو تبقى هنا؟ تبقى 4 إكس أس 2 على إكس أس 7. علاش؟ لان عملت باكس اس 7 نقسم على اكس اس 7 ناقص جذر 7. هنا راني عملت باكس اس 7 صحيح، تساوي اكس اس 7 في هنا غنختزلوا باكس اس 2، لان عندي اس 2 هنا اس 7، دونك تبقى 4 على اكس اس 5. ناقص 2 ناقص 7 هي ناقص 5، تولي تحت تولي اس 5 ناقص جذر 7. مزيان، شوف معايا مزيان دابا كيفاش غنحسب. الليميت ديال هذه هو صفر، علاش؟ هنا 4 على بلس على مول انفيني صفر، هي الا عوضنا اكس بمول انفيني، مول انفيني اس 5 هي مول انفيني، عدد على الانفيني دائما صفر، اذا هذه تعطينا صفر. اذا هذا الشيء كامل غيعطيني ناقص جذر 7، لان صفر زائد ناقص جذر 7 هي ناقص جذر 7، يعني عدد سالب. واكس اس 7 تعطيني مول انفيني الاس فرضي تبقى مول انفيني، مول انفيني في الموان تعطينا بلس، جذر 7 في الانفيني هي بلس لانفيني، صحيح؟ دونك النهاية هي بلس لانفيني. علاش؟ لأن هذا صفر وهذا موال لانفيني، دونك موال لانفيني في ناقص جذر 7 يعطينا بلس لانفيني، لأن عدد سالب في موال لانفيني يعطيني بلس لانفيني. الحالة الثانية ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما النهاية نتاع ناقص 7 إكس ناقص جذر 3 إكس أس 5 على جذر 7 اكس 7 ناقص 8. اذا دابا عندي داله جذريه. علاش داله جذريه؟ لان عندي حدوديه على حدوديه، ما عنديش اكس في المقام في هذه الحدوديه الاولى، وما عنديش اكس داخل الجذر، والحدوديه الثانيه نفس الشيء، ما عنديش اكس في المقام وما عنديش داخل الجذر. في هذه الحاله ملي كيكون عندي حدوديه على حدوديه اي داله جذريه، كنعمل باكبر اس الفوق واكبر اس التحت، نساوي ليميت اكس تؤول الى ناقص ما لا نهايه. الفوق نعملو بإكس أس 5 هو أكبر أس في ناقص 7 إكس على إكس أس 5 ناقص جذر 3. إكس أس 5 رانا عملت بها صحيح، على هنا نعملو بإكس أس 7، إكس أس 7 في جذر 7 ناقص 8 على إكس أس 7، كندوزو أول خطوة نختزلو إكس يؤول إلى مول انفيني. إذا إكس أس 5 على إكس أس 7 هي واحد على إكس أس 2، اختزلو بإكس أس 5 مع إكس أس 5، لأن إكس أس 7 هي إكس أس 2 في إكس أس 5، اختزل إكس أس 5 مع إكس أس 5 تبقى إكس أس 2 في المقام، في ألور فوق تبقى كما هي ناقص 7، هنا نختزلو إكس مع إكس أس 5 تبقى واحد على إكس أس 4، يعني ناقص 7 على إكس أس 4 ناقص جذر 3. باش غادي تختزل اكس مع اكس على اكس، هادي ما غاديش تختزل والو لان تبقى جذر 7 ناقص 8 على اكس و 7. اذا قلنا العدد على الانفيني، لان اكس هي مول انفيني، مول انفيني و 7 مول انفيني، عدد على الانفيني صفر، هادي صفر وهادي صفر، هادي وهادي صفر. شنو تبقى؟ تبقى ناقص جذر 3 على 7، يعني عدد سالب، ما يهمنيش انا، كيهمني عدد سالب، ناقص جذر 3 على 7 عدد سالب. وهنايا مول لانفيني أس 2 هي بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني هي صفر، صفر في عدد سواء موجب ولا سالب تعطيك صفر. انت غتوضح تقول لي ان هذه تساوي صفر، دير هكا كما الفوق توضح وصاي، حتى هنا خصني نوضح. تقول لي ان ليميت اكس تنفر مول لانفيني نتاع ناقص 7 على اكس 4 تساوي صفر، وليميت يعني داك الشيء كاع اللي بنيت عليه الجواب نتاعك خصك تكتبه باش المصحح يعطيك النقطة ديال كاملة على إكس 7 كذلك تساوي صفر.
دونك غادي سافر غادي سافر ودي دير عاود هذا كذلك سافر هو اللي ميت ديال واحد على اكسو سيتنا سافر كذلك. دونك انا كنشرح لك وانت من تكتب كتب جواب واضح ومنظم. اذا الحاله الثالثه ليميت اكس يولي الى ناقص 3 نتاع زوج اكس اس 3 ناقص 4 اكس اس 2 زائد 66 على ناقص اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 15. اذا نعوض ونشوف شنو عندنا. لعوضنا الفوق ناقص 3 اس 3 هي 27 في 2 عفوا هي ناقص 27 في 2 هي ناقص 54 المهم نعوض غير في الوسخ. المهم ناقص 4 وهنايا ناقص 3 اس 2 هي 9 ناقص 4 في 9 هي ناقص 36 زائد 66 تساوي دونك ناقص 54 ناقص 36 هي ناقص 90 هي هذيك زائد 66 هي ناقص 24. اذا الفوق ناقص 24 على الفوق والتحت نشوفوا شنو كاين. ناقص 3 اس 2 هي 9 ناقص تولي ناقص 9 ثم الزوج في ناقص 3 هي ناقص 6 زائد 15. اذا هنا ناقص 15 زائد 15 هي صفر يعني على صفر. الوغ هذا شكل غير محدد شكل، ولكن ملي كيكون عندي شكل غير محدد في هذا بحال هكا كيخصني نحسب النهايه على اليمين والنهايه على اليسار. انا شارح هذا الشيء كلشي في الدرس قلت لك دخل الاولى باك النهايات وغادي تلقى داك الشيء كله مشروح يعني ما غاديش تلقى شي حاجه اللي مشروحهاش نهائيا واضح. اذا شكل غير محدد في هذه الحاله ملي كيكون عندي عدد على صفر عدد غير منعدم على صفر كنحسب الليميت على اليمين وعلى اليسار، ولكن قبل ما نحسب الليميت على اليمين وعلى اليسار كندير جدول اشارات نتاع المقام جدول اشارات على المقام. بما اننا هنا عوضنا بناقص 3 عطانا صفر اذا هذا العدد هذه الحدوديه اللي لتحت تقبل القسمه على اكس ناقص ناقص 3 يعني اكس زائد 3 كندير القسمه الاقليديه ديال هذه على اكس زائد 3 ولا ندير دلتا ولا اللي بغيت. المهم احسن ندير القسمه الاقليديه نديرو ولدينا نديرو القسمه الاقليديه نتاع ناقص اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 15 على اكس ناقص ناقص 3 تولي زائد 3. اذا ناقص اكس 2 على اكس هي ناقص اكس ناقص اكس اكس هي ناقص اكس اس 2 غندير زائد اكس اس 2 ناقص اكس 3 هي ناقص 3 اكس غندير زائد 3 اكس اذا 5 اكس زائد 15 5 اكس على اكس هي 5 5 في اكس 5 اكس نكتب ناقص 5 اكس 5 في 3 هي 15 ندير ناقص 15 اذا النتيجه هي صفر. اذا شنو الملاحظه اللي لاحظناها هنا هو ان يعني ان اكس ناقص عفوا اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 15 تساوي اكس زائد 3 في ناقص اكس زائد 5. نقدر ندير هذا باش دول الاشارات بسهوله هي ممكن اكس هنا ناقص اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 15 دونك من موالا فيني حتى بليزا فيني في كتنعدم كتنعدم في الخمسه يعني الا كان اكس تساوي 5 غتكون ناقص 5 زائد 5 صفر وفي ناقص 3 اذا ناقص 3 وفي الخمسة كتنعدم هنا وكتنعدم هنا بين الجدرين عكس إشارة أ أ سالب إذا بين الجدرين غتكون موجب وخارج الجدران غتكون سالب سالب متفقين. إذا مادام عرفنا جدول الإشارات إذا كنحسبو النهاية على اليمين وعلى اليسار ضروري وخا ما عطاهاش هو مايمكنش نحسب النهاية إلا ما درتش هكا إكس يولي إلى ناقص 3 على اليمين نتاع هاد الحدودية هادي جوج إكس أس 3 ناقص 4 اكس اس 2 زائد 66 على ناقص اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 15 تساوي. اذا الفوق غنتعي الوسخ هذا هذا البريو هذا ما غاديش تكتبو في الورقه ديالك غير كنشرح لك به. الفوق شحال لقينا؟ لقينا ناقص 24 والمقام شوف على اليمين ديال ناقص 3 على اليمين ناقص 3 على اليمين ديالها عندي 0 بلس عندي 0 بلس دونك دايما عدد على صفر يعطيني لانفيني وكنشوف الاشاره موان بليس تعطيني موان صحيح. والليميت اكس يؤول الى ناقص 3 على اليسار نتاع زوج اكس اس 3 ناقص 4 اكس اس 2 زائد 66 على ناقص اكس اس 2 زائد 2
اكس زائد 15 تساوي كذلك نديرو البريون الوسخ ناقص 24 باش نوضح لكم وصاي على صفر ناقص. اذن علاش درت صفر ناقص؟ لان على اليسار تاع ناقص 3 عندي، هي على اليسار تاع ناقص 3 عندي صفر ناقص، عندي سالب. اذا سالب مع سالب يعطيني موجب، عدد مع صفر يعطيني الانفيني، دائما ملي كيكون عدد على صفر الانفيني. صاي اذا سالينا الحاله الثالثه، الحاله الرابعه. الرابعه انا قلت على اليمين يعني ماشي مشكل. اذا ناقص بلس باردون موانز بلس ديال ناقص 5 اكس ناقص 2 على اكس زدنا ناقص 2 اكس ناقص 3 تساوي. نعوض ونشوف فوق اللي عوضت، ناقص 5 في ناقص 1 هي 5، ناقص 2 هي 3. المهم غادي نشوف هنا الا درنا عوضنا من ناقص 1 دونك ناقص 1 عطانا 1، ناقص ناقص 1 عطانا 2، 3 ناقص 3 0 يعني 0. مزيان، اذا ضروري جدول الاشارات، ندير جدول الاشارات حدانا اكس وندير جدول الاشارات تاع هذه اكس وسي 2 وباش نعرف الجذور نتاعها في كتنعدم ندير دلتا ولا ندير القسمه الاقليديه بحال بحال، اما نقسم على اكس زائد 1 واما ندير دلتا، ما كان حتى شي مشكل. ونقدر ندير نحدد الجذور بلا والو كاع هنا سهله انت. هذه شنو تساوي؟ هذه هي اكس، نقدر ندير دلتا، نقدر ندير القسمه الاقليديه نتفاهمو، ونقدر نديرها الطريقه هذه. دابا نعرف انما راه عندي الجذر الاول هو ناقص 1 100%، لان من عوضت بناقص 1 عطاتنا صفر. اذا ناقص 1 جذر، يعني نقدر نعمل باكس زائد 1، اكس يساوي 2 ناقص 2 اكس ناقص 3 تساوي، غير في الوسخ غنخدمها. هذه هي اكس يساوي 2 ناقص 2 اكس زائد 1 تعطيني اكس ناقص 1 يساوي 2 زائد عفوا ناقص 4. علاش درت ناقص 4؟ لان هذه شنو هي؟ اكس يساوي 2 ناقص 2 اكس زائد 1 زائد 1 ناقص 4 هي ناقص 3. صافي اكس يساوي 2 ناقص 2 اكس هي عندي زائد 1 ناقص 4 هي ناقص 3، هي هذيك ياك. وهذه شنو هي؟ 4 هي 2 يساوي 2 يعني اكس ناقص 1 ناقص 2 هي ناقص 3، في اكس ناقص 1 زائد 2 هي اكس زائد 1. دونك الجذور هما 3 وناقص 1 يعني ناقص 1 و 3. ولا دار دلتا ولا دير القسمه الاقليديه ولا خذ راحتك، راني شارح كل شيء في الموقع. اذا بين الجذرين عكس اشاره معامل اكس يساوي 2 هو موجب يعني تكون سالبه، خارج الجذرين موجبه موجبه. مزيان، اذا الا دابا مشينا بغينا نحسبوا النهايه، الفوق عندي ناقص 5 في ناقص 1 تعطيني 5، ناقص 2 هي 3 هي في الوسط، على المقام على اليمين ديال ناقص 1 هي ناقص 1 على اليمين عندي صفر ناقص، موجب على سالب يعطيني سالب، وعدد مع صفر يعطيني مولف. اذا هذه ولا ندير جدول الاشارات الاول عاد نستخرج النهايه. ضروري نعمل ولا نحدد الجذور ولا ندير دلتا ولا ندير القسمه الاقليديه ضروري باش نعرف فين كتنعدم هذه الحدوديه من الدرجه الثانيه. مزيان، نمشيو عند الحاله 5. كنبغي نخدم بزاف الطرق باش التلميذ ياخذ راحته، كيكون عنده بزاف الطرق ما يلقاش مشكل، يقدر ينسى وحده ويخدم الاخرى الى غير ذلك. اما ملي كنخدم معك غير بطريقه وحده في الفيديوهات كاملين تكون كتكون بورن، يعني الى مشات لك ديك الطريقه صافي هزك الماء. دونك ليميت الوغ هادي غنعوض ونشوف بعدا الاول قبل ما ندير. دابا انت غنخدم يعني منهجيه اخرى. دابا انا الى عوضت بالزوج الفوق، جوج اس جوج هي 4 في زوج 8 هي في الوسخ ندير 8، 6 في زوج 12 زائد 4. إذن أنا 8 زائد 4 12 ناقص 12 عندي صفر الفوق، والمقام نشوف صفر تاهو، يعني عندي صفر على صفر. مادام عندي صفر على صفر ضروري الاختزال، هنا ما كاينش على اليمين وعلى اليسار ولا، هنا ضروري الاختزال قبل ما نبدا، خصني نختزل قبل ما نبدا. إذن باش غنختزل بكل بساطة نختزل هذا غنعمل الفوقانية، دونك ندير القسمة الإقليدية ولا ندير اللي بغيت. إذن غادي ندير صفحة جديدة باش يكفيني البلاص الحالة 5. إذا غنعمل هذا لأن عندي عطاني صفر، نعمله ضروري ضروري تقسم على إكس ناقص 2 ضروري. إذا غنديرو لدينا ندير القسمة الإقليدية هي أسهل طريقة، نقدر ندير دلتا راه ما كان حتى شي مشكل، 2 إكس يساوي 2 ناقص 6 إكس زائد 4
قال القسمه الاقليديه كتكون واخا دلتا غير الا كانت من درجه جوج. انا كنفضل تخدم القسمه الاقليديه لان القسمه الاقليديه واخا يكون من درجه 4 ولا 5 ولا 6 من درجه ان بصفه عامه. اذا على اكس ناقص جوج، فهمتوا واش كنقول؟ هذه على هذه تعطينا جوج اكس، جوج اكس في اكس هي جوج اكس في زدنا غندير ناقص جوج اكس في زدنا جوج اكس ناقص جوج ناقص 4 اكس غندير زائد 4 اكس. اذا هذه تعطينا صفر ناقص جوج اكس، وهنا زائد 4 ناقص جوج اكس على اكس هي ناقص جوج، ناقص جوج في اكس هي ناقص جوج اكس غندير زائد جوج اكس، ناقص جوج في ناقص جوج هي 4 نديرو ناقص 4. اذا النتيجه هي صفر صفر. شنو المعنى ديال هذه؟ المعنى ديال هذه ان اكس زوج عفوا اكس زائد 2 ناقص 6 اكس زائد 4 كتساوي اكس ناقص زوج في جوج اكس ناقص زوج، متفقين؟ الوغ دابا الامور بساطت علينا، يعني ليميت اولا نحسب دابا نختزل الاول، يعني جوج اكس زائد 2 ناقص 6 اكس زائد 4 على اكس ناقص زوج كل اس 2 هادي شنو تساوي؟ الفوقانيه عملتها هي اكس ناقص زوج في جوج اكس ناقص زوج على اكس ناقص زوج كل اس 2. اذا نختزل واحد اكس ناقص زوج مع واحد اكس ناقص زوج تولي لي جوج اكس ناقص زوج على اكس ناقص زوج، امور بدات تسهل. يعني دابا هادي هي هادي. الور دابا العوض بالزوج، زوج في جوج 4 ناقص زوج تعطيني زوج، العوض بزوج غتولي تعطيني زوج الفوق، والمقام تعطينا صفر لان غيكون عندي اكس ناقص زوج. وباش نعرف واش صفر بليس ولا صفر مو ندير جدول الاشارات نتاع المقام، لان زوج ناقص زوج عطانا صفر، مي كيكون عندي صفر في المقام كندير جدول الاشارات، الى الفوق عندي عدد والتحت صفر كندير جدول الاشارات، عدد غير منعدم. اكس اكس ناقص زوج كتنعدم في الزوج عدم قبل عكس اشاره اكس، وهنا اشاره اكس اذا ناقص زائد ياك. الو حنا قالوا لي حسب ليميت في زوج بليس، اذا دابا الامور ولات سهله بزاف. اكس كلش المعطيات عندي يؤول الى زوج، ملي كيقول لك اكس اكبر من زوج يعني جوج بليس، هذه هي جوج بليس ديال جوج اكس زائد 2 ناقص 6 اكس زائد 4 على اكس ناقص زوج كل اس 2. حسبنا شنو لقينا؟ هذه لقينا هذه هي هذه اللي لتحت باينه، وهذه اللي الفوق لقينا هي هذه، وملي حسبنا هذه على هذه لقينا بان ما كتساوي جوج اكس ناقص زوج، اختزلنا هذه راه محسوبه هي، شفتوها اختزلناها، هي جوج اكس ناقص زوج على اكس ناقص زوج، وهذه اللي الفوق زوج في زوج 4 ناقص زوج هي اي في الوسخ، شنو تساوي جوج في زوج 4 ناقص زوج هي زوج على اكس ناقص زوج على من ديال زوج، هي على من ديال زوج تعطينا صفر بلس، وجوج على صفر بلس هي بلس لانفيني. إذا كملنا الحالة 5 نمشيو عند الحالة رقم 6. 6 ألور نعوض الفوق زوج ناقص هنا يعني لا صفر زوج، 3 في زوج 6 ناقص 1 هي 5 يعني الفوق عندي 5 ياك، والمقام زوج ناقص زوج صفر عندي صفر ياك، ولكن القيمة المطلقة دائما مجابة. هانت واش غدير؟ دائما ملي كيكون عندك بحال هكا على فيها قيمة مطلقة اش غدير؟ غدير هادي هنا تشوف فوقاش كتنعدم، هادي اكس ناقص جوج تساوي صفر يعني اكس تساوي جوج، كتنعدم في الزوج ياك، ولا تكافئ اكس تساوي جوج، تكافئ اكس تساوي جوج، كدير هنا اكس وهنا اكس ناقص جوج، وهنا القيمة المطلقة نتاع اكس ناقص جوج قيمة مطلقة. إذا هنا مول لانفيني بلوس لانفيني كتنعدم في الزوج. إذا هنا عكس إشارة معامل إكس يعني سالبة، وهنا موجبة. القيمة المطلقة دائما موجبة، القيمة المطلقة دائما موجبة مفيهاش مشاكل ياك. ألور ليميت إكس يؤول إلى الزوج ناقص نتاع 3 إكس ناقص 1 على القيمة المطلقة ديال إكس ناقص زوج تساوي، يعني لتحت 100% عندي صفر بلس، مادام عندي صفر راه صفر بلس ماشي صفر. علاش؟ لأن القيمة مطلقة أنت في الوسخ ريو الفوق 3 في زوج 6 ناقص 1 5 لتحت صفر بلس، و5 على صفر بلس هي بلس لانفيني بدون نقاش. صحيح؟ إذا سالينا الله يوفق.
لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب، ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار المواقع الاجتماعية الموجودة هنا. إلى اللقاء.